إذا انتهينا من الوباء بعد أسبوع. طيران يعني ربما يكون الطيران طيران خسائر فادحة وسيكون أبعد من هلا الاعتماد هو ما بعد الانتهاء من هذا الوباء. ما هي خطة الحكومة؟ هون المهم في الموضوع. يعني مثلا لا ضير في أن تقول الحكومة أنه مثلا قطاع الطيران أو قطاع النقل البري شو بضرهم إذا قالوا أنه بدنا نرفع الضريبة على وقود الطيران للشركات للملكية مثلا أو للشركات أو شركات الطيران طيران المحلية أو قطاع النقل الركاب. يعني هنالك ضريبة مش عارف قد ايه قيمتها بالضبط لكن هاي مساعدة. الرسوم عدة مجالات ممكن الاستثمار في قطاع الموضوع القطاع البلديات تساعد موضوع أمانة عمان تساعد في تخفيض كل الرسوم أثناء التعطل في موضوع العاملين.